الأسباب أنه هناك بعض الأشخاص كتزعمهم رئيسة الجمعية ديال تضامن سوق الحسنية علنات لي قبل قالت لي هذه الجمعة راه ما غادي نسعوا جميع الوسائل أنه ما يتمش، لدرجة أنهم دخلوا لدى المدير المؤسسة ديال دار الشباب باش يعرقلوا لنا الجمع العام. المدير دار الشباب قال لي ما يمكنش نمنع هاد الناس ما داموا عندهم تصريح قانوني من السلطة المختصة، وعاود تدخلوا ثاني لدى السلطة علاش هاد السيد، قالوا عليهم علاش هاد السيد هذا ياخذ الموافقة ديال الجمع العام، قالوا لهم السيد عنده كيخدم في إطار قانوني، لذلك دعينا لهذا الجمع العام اللي هو الجمع العام الثاني من بعد الجمع العام اللي داز في سوق الحسنية. وبما أن القانون ديال نظام ملكية المشتركة القانون 18.00 كيحث على أن في الجمع العام الأول، كينص على أن في الجمع العام الأول لابد من توفر النصاب القانوني اللي هو نصف عدد الملاك زائد واحد، وإذا لم يحضر يؤجل الاجتماع لمدة شهر ويعقد بمن حضر، اللي هو هذا اللي حضرنا باش نقروا فيه هذه المساله هذه. وهما جات عندهم نيه مبيته كيف ما عرقلوا لنا جوج جمع عام قبل باش يعرقلوها ثاني هذا الجمع هذا. الخطوه احنا اول ما كيهمنا وهو سلامه الملاك خلال الجمع العام، لذلك دعينا رئيس السيد اللي تراس الجمع العام، حنت بصفتي وكيل الاتحاد انا ما عنديش الصلاحيه باش نتراس الجمع العام، اللي كيتراس الجمع العام هو احد الملاك وكيساعدو شخص اخر حتى هو مالك يقوم بمهمه كاتب الجلسه. هاد جوج الناس هما اللي عندهم الصلاحيه ديال التسيير. انا اللي وحيت للسيد رئيس الجلسه قلت ليه لا داعي باش هذا الجمع يبقى في هذه الظروف هذه، لان وصلت الملاسنات والمشادات لدرجه ان الامور كانت تقدر تطور لشي حاجه اسوء، وغتبقى وصمه عار في جابين الملاك ديال سوق الحسنيه. هاد الناس هادو اللي سبق لهم عبروا عن رقي حضاري ملي لجؤوا الى تاسيس اتحاد الملاك ليعتبر خطوه كبيره. هذا التاسيس هذا اللي تم في شهر 6 سنه 2010 هذه خطوه كبيره تمت على صعيد مدينه المحمديه، انه سوق تجاري يكون اللي عنده اتحاد الملاك، لدرجه انه مركبات تجاريه في مدن اخرى بدات كتاخذ من عندنا هذه التجربه هذه. الرد ديالي هي اللي خصها تثبت ان هاد الناس ماشي ملاكه. حنا داز سبق لينا نظمنا ثمانيات الجمعة عامه من 2010 لدابا، منصادمين محتارمين الشروط القانونيه، انه القانون النظام الملكي المشتركه كينص على انه يتم عقد جمع عام عادي كل سنه بدعوه من السنديك، جمع عام سنوي عادي كل سنه كنحتارموا هاد المساله هذه، كل سنه كننظموا الجمع العام ديالنا، كل سنه كننظموا الجمع العام ديالنا. وما سبقش لينا في اي حنا يا ريت غير يجيونا غير الملاك 419 محل، في اغلب الاحوال كتجينا 120 مالك. اذا لا داعي باش نبداو ندخلوا في هذه الحساسيات ديال ارى لي شهادات الملكيه عدد دخول الجمع العام، ما كانش عندنا مطروح عندنا هذه المساله هذه. هاد الناس هادو كيبداو يعرقلوا بجميع الوسائل، اول عرقله انهم قالوا الجمع العام وكيل الاتحاد وجه الدعوه تفتقر لجدول الاعمال، عاود اجلنا لمده شهر، عقدنا الجمع العام، ثاني كيقول لك ما يحضر الانسان المالك الا باثبات الصفه ديالو، والقانون كينص على انه اللي كيحضر في الجمع العام هو المالك او من ينوب عنه. هما المشكل اللي عندهم مع الكرايه اللي كاينين تما في القصاريه. انا كنعتبر انه مادام ما حضرش مالك المحل راه الكاري بمثابه نائب على 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 صاحب المحل. هما عندهم حساسيات علاش خايفين ديما ديك الاغلبيه اللي كتسندني يعرقلوها بجميع الوسائل. الجديد اللي ضفناه وهو انه حملنا الناس، خصك اولا بعد تعرف شنو المشكل الكبير ديال سوق الحسنيه. المشكل الكبير وهو الاغلاق، سوق كيتوفر على 419 محل تجاري، محل لا منه الا تقريبا بين 70 80. اذا دوك الناس اللي مغلقين المحلات ديالهم وبهذا العباره هذه كنقول كانوا من قبل مجرد مضاربين، دابا كاين فيهم ناس اللي كيتسناو غير الوسائل، كيتسناو الوسائل الماديه او كيتسناو الظروف تتحسن باش يفتحوا. حنا ديما كنحثوهم على فتح المحلات. اذا قلت لك اكبر اشكاليه كتواجه السوق وهو الاغلاق، وبما انه اتحاد الملاك قدر يلزم على حتى هذوك الناس اللي سادين خصهم يساهموا في المصاريف ديال الصيانه ديال السوق من نظافه، اناره، توفير الماء وتوفير الحراسه.
حتى هما، هذا هو اكبر مكسب. لذلك استطعنا من بعد ما السوق ما كان فيه لا حارس لا ما لا ضو، كان مغلق عباره عن مرصع ديال المتشردين، الناس كيجي كيبغي يشوف المحل ديالو ما كاينش وسيله، محل مغلق، القصريه مغلقه، عامره بالحجر، عامره يعني في واحد الحاله يرثى لها. استطعنا نفتحوا السوق، نوفروا ليه جوج حراس بالليل وحارس بالنهار، ونوفروا جوج العيالات ديالنا النساء ديال النظافه، ووفرنا كذلك واحد الشخص كيقوم توا بالنظافه، ودخلنا ثلاثه العدادات ديال الكهرباء، ووفرنا بمساعده المجلس البلدي وبمساعده المحسنين، وفرنا جوج ابار للتزود بالماء، فتح المرافق الصحيه ديال السوق، كذلك توفير واحد الغطاء علوي للسوق كان كيغرق في الفيضان، بدعم كذلك من السلطه المحليه وعلى راسهم السيد العامل اللي كنشكروه بزاف لانه ساندنا في هذه المساله هذه، على دعم على حتى العمران، على باش شركه العمران بما انها هي الشركه المنشئه للمشروع باش تكمل هذا السقف هذا. وكنشكروا كذلك الشركه ديال العمران، وما تفوتنيش المناسبه باش نشكروا بزاف الاداره ديال دار الشباب بنو خلدون اللي فتحت لنا الابواب ديالها باش نعقدوا في هذا الجمع العام، وعلى راسهم الاستاذ عطيف والسلطه المحليه. احنا هذه المساله هذه كنا واخدينها في الحسبان، كنا واخدين هذه المساله هذه في الحسبان على انه تاديه الواجبات الشهريه ما غاديش بالشكل السهل. لذلك صبرنا على الناس واحد سنه وباش حتى الناس يستانسوا بهذه المساله ديال الملكيه المشتركه، وانه كترتب عليها واجبات الملكيه المشتركه، خاصه الناس اللي غالقين المحلات كانت عندهم واحد الفكره، انا المحل ديالي مغلق ما نخلصش قانونا. لذلك اضطرينا اننا نرفعوا دعاوى قضائيه ضدهم، وصلت تقريبا من 2010 لدابا حوالي 96 دعوه قضائيه، ربحنا منها تقريبا 56 دعوه، لان الدعوه القضائيه بخصوص واجبات السنديك هي بمثابه دعوه استعجاليه ولا تقبل، وما يعني دعوه استعجاليه مشموله بالنفاذ المعجل ولا تقبل الطعن. استطعنا بفضل هذه المتابعات القضائيه استطعنا ان نعبئوا واحد الامكانيات ماليه مهمه بالنسبه للسوق، ولكن مؤخرا الجمعيه تنصلات من الدور ديالها اللي كان متفق عليه قبل، وهو الدور ديال الجمعيه في سوق الحسنيه، وهو البحث على افاق الترويج التجاره في السوق وتفعيل السوق والاقلاع ديالو، تحولت الى مواجهه ضد السنديك، ولات كتعلق ملصقات فيها الطابع ديال الجمعيه، كتحث الناس على عدم الاداء وعلى ان السنديك غير قانوني وغير شرعي، ومشات في هذا الاتجاه ديال عرقلات الجموع العامه وضرب السنديك وضرب ذوك الناس اللي كيساندوا السنديك.